المزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال أهلا بك ومرحبا. في هذا العام يحتفل أو تحتفل القارة الأفريقية بعيدها في ظل وجود أزمة كبيرة كالأزمة الروسية الأوكرانية، وبالطبع تغير المناخ من أكبر أيضا الأزمات. في ظل هذه الأزمات أو هذين الأزمتين تحديدا، القارة الأفريقية تعتبر من أكبر الدول أو أكبر القارات المتضررة من هاتين الأزمتين. غوتيريش يدعو العالم إلى تكاتف من أجل مساعدة هذه القارة الأفريقية في هاتين الأزمتين، فيما يخص بالطبع ارتفاع تكاليف المعيشة وتحديدا أيضا توافر المواد الأساسية الغذائية. كيف ترى دور العالم ومسؤوليته إزاء هذه القارة في كل الأزمات؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يمكن بالتأكيد الواقع الأفريقي الآن يشهد المزيد من التحديات، ربما التحديات مضاعفة، لأن الشعوب الأفريقية من الأساس تواجه الكثير من المشاكل، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية، في مواجهة الإرهاب، الفقر، الأمراض والأوبئة وغيرها من الأمور. تضاعفت هذه الأزمات الآن مع وجود جائحة كورونا، أو حتى في ظل الأزمة العالمية الأخيرة الناتجة عن الأزمة الأوكرانية. ومن ثم هنا يجب أن يكون هناك عمل إفريقي مشترك على مستوى هذه التحديات وعلى قدر هذه التحديات لمواجهة الصعاب التي من الممكن أن تصال الشعوب الأفريقية. وهنا نجد في الحقيقة الدور الخاص بالاتحاد الأفريقي الذي يجب أن يعظم خلال الفترة المقبلة، والإسراع بتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063 بما يضمن التنمية المستدامة للشعوب الأفريقية. يمكن من حظ أفريقيا الجيد أيضا أن مصر في هذا التوقيت هي الرئيس للمؤتمر الأممي للتغيرات المناخية COP27، وبالتالي أيضا هناك فرصة للدول الأفريقية لمخاطبة العالم كله من خلال طبعا الدولة المصرية، يعني تحمل مسؤولية هذه الدول فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وتحميل أفريقيا عبء إضافي، يعني كمان مع العبء الذي تتحمله أفريقيا نتاج كورونا أو المصاعب الأخرى. أعتقد أيضا أن الأزمة العالمية خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وهنا بنجد الرؤية المصرية حاضرة والدور المصري الإقليمي حاضر، وهناك رؤية مصرية فيما يتعلق بالعداله، سواء فيما يتعلق بالامن الغذائي او التغيرات المناخيه تطرحها الدوله المصريه والقياده السياسيه المصريه. يجب ان يكون هناك الان تبلور لهذه الرؤيه وطرحها على المجتمع الدولي. حضرتك اشرتي لنقطه مهمه في بدايه هذه المداخله، فكره المجتمع الدولي ومسؤولياته. بالفعل الدول الكبرى التي تتحدث كونها دول كبيره يجب ايضا ان تتحمل مسؤولياتها تجاه القاره الافريقيه في ظل هذا الظرف العالمي الاستثنائي. لا يمكن أن تنسى الدول الأفريقية ومشاكلها وهمومها في ظل هذا العراك الدولي الذي في الحقيقة تدفع ثمنه القارة الأفريقية. لدينا حق في التنمية، لدينا حق في مكافحة ومحاربة الإرهاب، لدينا حق أيضا في تطلعات مستقبلية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، كلها حقوق أفريقية يجب أن يحافظ عليها ظل هذا الصراع الدولي اللي في الحقيقة القارة الأفريقية غير متداخلة فيه تماما. يعني القارة الأفريقية غير معنية بما يحدث في المجتمع الدولي بانصراع، هي قارة تريد أن تعيش وتريد أن تنعم بثرواتها وأن تخرج ثرواتها وأن تستفيد منها الأجيال القادمة. والأمين العام للأمم المتحدة أكد على هذه النقطة، وأكد أيضا على فكرة أنه لابد من تضافر المجتمع الدولي لمساعدة القارة الإفريقية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وخاصة أن الأمن الغذائي تأثر ليس فقط بالأزمة الأوكرانية الروسية، لكن أيضا التغير المناخي كان له تأثير كبير على الأمن الغذائي. دعنا نبدأ من حيث بدأ الأمين العام للأمم المتحدة الكلمة، وهو عنوان إفريقيا موطن للأمل، وهناك توضيح لفكرة موطن للأمل. إلى أي مدى من الممكن أن يتفاعل العالم مع هذا العنوان؟ لأن بالتأكيد أن إفريقيا هي قارة غنية بالكثير من الأمور ومن الممكن استغلالها. بالتأكيد يمكن ما دفع غوتيريش لاختيار هذا المصطلح أو هذا العنوان الخاص بموطن الأمل، لأن بالفعل القارة الأفريقية بالرغم ما تواجهه من صعاب إلا أنها بعيدة عن كونها بؤرة صراع حقيقية للقوى الكبرى. ربما نعم هي هناك تصارع دولي في الداخل الأفريقي، ولكن ربما انصرف هذا الصراع الآن لنقاط جغرافية أخرى، سواء فيما يتعلق بشرق أوروبا أو في بحر الصين الجنوبي. وبالتالي الآن أفريقيا من حيث الصراع الدولي هي ليست نقطة الصراع الدولي الأولى، وبالتالي هناك أمل وهناك أيضا إمكانيات بشرية وثروة بشرية. بنتكلم عن ثروة بشرية شابة في الداخل الأفريقي، نحن نتحدث عن قارة شابة، وأيضا عن ثروات طبيعية. يمكن القارة الأفريقية
ربما تظهر وكأنها أفقر قارة فوق الأرض، ولكنها أغنى قارة من حيث الثروات التي تمتلكها في باطن أرضها. وبالتالي نحن نتحدث عن ثروات طبعا فيها الكثير من الإمكانيات، لكن المهم استغلال هذه الإمكانيات بالتأكيد، وأيضا الخطة والرؤية الطموحة. وهنا بتأتي الحقيقة الرؤية المصرية أيضا، لأن مصر لديها رؤية فيما يتعلق بالاستفادة من هذه الثروات وتضافر الجهود. ويمكن حتى بنجد فيما يتعلق بالتغيرات المناخية مثلا، وما طرحه غوتيريش فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والقارة الأفريقية، بنجد أن مصر حتى قبل أن ترأس المؤتمر الأممي للتغيرات المناخية، ومن يراجع حديث السيد الرئيس في الأمم المتحدة على مدار السنوات الماضية سوف يجد أنه تحدث عن قضية التغيرات المناخية وتأثر القارة الأفريقية، بل أنه تحدث عن العدالة وحق الشعوب الأفريقية في عدالة مناخية بما يضمن لها أن لا تدفع ثمن هذه التغيرات المناخية. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن قارة نعم هي لديها الكثير من الفرص ولديها الكثير من الإمكانيات، وهي بالفعل قارة كما تحدث غوتيريش هي يعني قارة الأمل، ولكن علينا نحن كأفارقة أن نتكاتف، أن نكثف الجهود، أن أيضا نجد نفسنا رؤية موحدة نكمل بها المشوار. يمكن نحن اليوم نتحدث في يوم أفريقيا، اليوم الذي تكاتف فيه الأفارقة بعد المضي نحو حركات تحرر عظيمة والتخلص من أعداء الاستعمار. هناك الآن مرحلة جديدة أيضا يجب فيها أن نتذكر هذا التكاتف ونسعى أن يعني نأخذ منه نبراسا للمرحلة القادمة، خصوصا أنها أيضا لدينا تحديات ربما أصعب وتماثل ما كنا نعاني منه من الاستعمار. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الفترة في القارة الأفريقية هي فترة مفصلية، والحمد لله أن الآن لدينا الدولة المصرية قوية، لدينا دول أفريقية أخرى صحيح. قوية، وبالتالي هذه الدول الأفريقية الآن الرائدة سواء مصر جنوب أفريقيا وغيرها من الدول الأفريقية تستطيع أن تقود القارة الأفريقية إلى يعني مستقبل أفضل. ورأينا ده حتى في رئاسة مصر للقارة الأفريقية، رأينا في رئاسة رواندا للقارة الأفريقية، رأينا أيضا في رئاسة جنوب أفريقيا للقارة الأفريقية. هناك رؤى أفريقية الآن عن تجد الحل الأفريقي. أستاذ جمال، إذا ما تحدثنا عن دور الدولة المصرية في الدفاع عن حقوق القارة الأفريقية في الأزمات كما ذكرت التي لم يكن لديها دور فيها ويعني تأثرت بشكل أو بآخر بهذه الأزمات، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما حريص على التواجد في كل المحافل الدولية التي يعني تتحدث عن الأزمات التي تعاني منها الدولة أو القارة الأفريقية، كان حريص على تحمل عبء هذه التحديات على عاتقه والتواجد للحديث عن أزمات وتحديات القارة والدول الأفريقية. إلى أي مدى هذه الجهود التي قامت بها القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل متطلبات القارة الأفريقية حاضرة في كل المحافل الدولية؟ يمكن بالتأكيد الدبلوماسية الرئاسية منذ اللحظات الأولى في عام 2014 وجدنا هناك اهتمام بالدائرة الأفريقية، بل أن الدائرة الأفريقية عادت كدائرة اهتمام أولى للدبلوماسية المصرية، و تحركات القيادة السياسية المصرية الأولى خارجيا كانت داخل القارة الأفريقية، وأول زيارة للسيد الرئيس خارجية كانت لدولة الجزائر الشقيقة كونها دولة أفريقية عربية، وهنا دلالة وإشارة من القيادة السياسية أن الدائرة العربية والأفريقية هي دائرة الاهتمام الأولى للدبلوماسية المصرية. ومن بعدها وجدنا اهتمام ملحوظ تحركات للقيادة السياسية المصرية داخل القارة تخطط ال 35 زيارة ربما تصل إلى 40 زيارة داخل القارة الأفريقية للسيد الرئيس، نقاط جغرافية لم يزورها رئيس مصري من قبل زي جيبوتي زي غينيا كوناجري وغيرها من النقاط الجغرافية التي لم يزورها رئيس مصري من قبل، أيضا فتح مجال العمل المصري داخل القارة الأفريقية بأدوات دبلوماسية حديثة وجديدة. مصر استحدثت آلية شراكة من أجل التنمية الخاصة بوزارة الخارجية، أيضا عملت على تفعيل ما يمكن أن نطلق عليه دبلوماسية الإعمار، فوجدنا مصر موجودة بأزرعتها التنموية في تنزانيا في مشروع جوليوس نيريري، بنجد أيضا مشروعات الري في جنوب السودان، بنجد حتى في دول أفريقية أخرى امتدادا حتى وصولا لأفريقيا الوسطى وغرب أفريقيا. إذن أيضا الزراعة التنموية للدولة المصرية كان عنصر مهم جدا في تحسين العلاقات. أيضا من مرحلة ربما قبل 30 يونيو كان الدور المصري ربما دورا اعتياديا إلى مرحلة
اخرى مصر تقود فيها الاتحاد الافريقي من خلال رئاسه. انا اعتقد ان مخرجاتها سواء على صعيد اخراج اتفاقيه التجاره الحره الافريقيه او فيما يتعلق باعاده او استكمال اعاده الهيكله الاداريه داخل الاتحاد الافريقي والتي بداتها رواندا، او حتى اعاده الهيكله الماليه داخل الاتحاد الافريقي، او حتى فيما يتعلق بطرح قضايا داخل الاتحاد لم تكن تطرح بهذه الاهميه زي قضايا محاربه الارهاب، وصولا ان مصر الان لديها دور ايضا فعال فيما يتعلق بالساحل والصحراء ودعم قضايا تصدي للارهاب. بل مصر انشات في القاهره مركز تدريب خاص بمعاونه الدول الافريقيه في مجابهه الارهاب في منطقه الساحل والصحراء. اذا ادوار سواء على الصعيد السياسي الدبلوماسي ايضا التنموي حتى الامني والعسكري، ووجدنا حتى التعاون الامني والعسكري برز بشكل كبير جدا، وهناك طوال الوقت الان رغبه افريقيه في ظل تنامي ظاهره الارهاب داخل القاره الافريقيه بالاستفاده من التجربه المصريه. نعم، والتنميه دائما ما تساعد في محاربه الارهاب استاذ جمال. ومما لا شك فيه ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوب 26 كان يتحدث عن القاره الافريقيه واهميه مسانده الدول الكبرى وتحمل مسؤوليه الدول الكبرى تجاه الدول الافريقيه فيما يتعلق بتغير المناخ. ومصر ستستضيف باذن الله كوب 27 في نوفمبر القادم. اذا نتحدث عن الدور المصري فيما يتعلق بالدول الافريقيه، هذه نقطه، ونتحدث ايضا عن الأفكار التي ممكن أن تكون مستمدة من التجربة المصرية حتى تستفيد بها دول إفريقية. وبالفعل هناك دول إفريقية بدأت أن تبحث في كيفية التنمية مثلما حدث في مصر، على سبيل المثال حياة كريمة والتطوير الذي حدث في مصر. نريد أن نتحدث أيضا عن هذه النقطة. بالتأكيد، يعني القاهرة أصبحت قبلة لكل من الأشقاء الأفارقة الذين يسعون إلى التنمية وتحقيق تجارب تنموية رائدة. ووجدنا كافة الزعماء ربما الأفارقة الذين أتوا إلى القاهرة كانوا يذهبون في جولات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وإلى المشروعات التنموية، بل كانوا يطلعوا على تفاصيل بعض المشروعات القومية لمحاكاة هذه التجارب في الداخل لديهم، وأيضا مشروعات مهمة وعلى رأسها في الحقيقة حياة كريمة، لأن حياة كريمة القارة الأفريقية تحتاجه بشدة، لأن هذا النموذج التنموي الذي يستطيع أن يتجه نحو شريحة يعني كبيرة من البشر في وقت زمني مرتب وبإمكانيات ضخمة، ده نموذج مهم جدا ويعالج قضايا أفريقية. وبالتالي هناك اهتمام أفريقي بمحاكاة مشروع حياة كريمة والنظر إلى هذا المشروع كونه مشروع نابع من تجربة أفريقية، وأيضا يمكن تطبيقه على في أو في الداخل الأفريقي، لأن كانت المعضلة طوال الوقت أننا كنا نبحث عن تجارب خارجية خارج القارة الأفريقية وربما في تطبيقها في الداخل الأفريقي لم تكن تحظى بنجاحات جيدة. ولكن الآن القارة الأفريقية لديها نماذج أفريقية تستطيع أن تستمد منها هذه التجارب وتطبقها في الداخل، لأن المناخ متشابه، يعني كل العوامل الديموغرافية ربما تكون متشابهة، وبالتالي فرص النجاح هذه التجارب في دول أفريقية أخرى هو في الحقيقة له النسب الكبيرة جدا. مصر أيضا تجربتها في محاربة الإرهاب، لأن لا ننسى أن ظاهرة الإرهاب كظاهرة هي ظاهرة جديدة على القارة الأفريقية. طوال الوقت النزاعات في القارة الأفريقية هي نزاعات حدودية، نزاعات قبلية وطائفية وإثنية، ولكن ظاهرة الإرهاب كانت منحصرة ربما في شمال أفريقيا، ولكن أفريقيا جنوب الصحراء تعد ظاهرة الإرهاب ظاهرة حديثة عليها، وبالتالي خبراتها في التصدي لهذه الظاهرة هي خبرات ربما تكون محدودة. وهنا بنجد أن دائما القادة الأفارقة يستعينوا بالخبرة والتجربة المصرية التي هي مكونة ليست فقط من فكرة المواجهة المسلحة للإرهاب، ولكن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب مكونة من ثلاثة أضلاع رئيسية. المواجهة المسلحة طبعا هي العناصر الإرهابية والتكفيرية، أيضا ما يتعلق باستمرار وإيجاد معارك للبناء والتعمير والتنمية، والعنصر الثالث وهو المجابهة الفكرية. هذه العناصر الثلاثة هي عناصر بتحقق نجاح لمكافحة ظاهرة الإرهاب، وهذا ما تحتاجه القارة الأفريقية الآن، لأن تعزيز الوعي ومعركة الفكرية وأيضا المعركة التنموية بجانب معركة التصدي للفكر المتطرف المسلحة كلها يجب أن تسير بالتوازي داخل القارة الأفريقية حتى تنعم القارة الأفريقية بالرخاء وبالتنمية. وبالتالي أنا أعتقد أن التجربة المصرية سواء على الصعيد التنموي السياسي الأمني تجربة يعني جيدة جدا للاستفادة منها في الداخل الأفريقي، وأيضا مصر لا تبخل طوال الوقت بإعانة الأشقاء الأفارقة بهذه التجارب. عشان كده بنجد أن مصر حتى في تنفيذها للمشروعات التنموية في بعض الدول الأفريقية
لا تذهب فقط لإنشاء المباني، ولكن بيكون لديها الحرص لإيجاد بنود لها علاقة بتدريب وتأهيل العمالة في هذه الدولة على إنشاء هذه المشروعات وإدارتها حتى تضمن مصر التنمية المستدامة داخل قاراتها الأفريقية. بالتأكيد أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، جزيل الشكر لحضرتك.